بيت البراعم والناشئين محلية بحري، رابطة السلمة للبراعم والناشئين الشباب فريق الأهلي الرياضي، مهرجان تكريم رجل البر والإحسان السيد مهند خالد السيد خالد الوفاء لأهل العطاء بمشاركة العديد من الروابط والفرق بمحلية بحري. أهلا بكم. سلام عليه ديما كورتوا في الاستخلاص الدفاعي، سلام عليه كورتوا نجم نجوم حرة. مهرجان تكريم رجل البر والإحسان السيد مهند السيد خالد معانا في هذه السانحة الفنان الكبير السيد عاصم البنا، أهلا ومرحبا بك، ويا ريت لو تدينا نبذة سريعة عن المشاركة ودورك في الفعالية لتكريم رجل البر والإحسان. أول حاجة التحية لكم أنتوا المتاحة التغطية عبركم ولكل من ساهم في هذا اليوم الرائع الجميل. يقولون أن معرفة الرجال كنوز، ولطالما كانت النوادي والرياضية تسمى النوادي الرياضية الثقافية الاجتماعية، فلا بد من وجود الثقافة بأي حال من الأحوال في شراكة حقيقية مع أخواننا في الجانب الرياضي. الأخ مهند السيد خالد هو صديق شخصي بالنسبة لي، وأنا كان لي عظيم الشرف إنه أنا أكون من المدعوين من ضمن الأهل والأحباب وأبنائنا الموجودين هنا في هذا اليوم المميز جدا. الحقيقة أخونا مهند واحد من تلك الكنوز التي أتحدث عنها، هو أخ صديق وليس بالغريب أبدا عنه أن يكون محتفا به في هذا اليوم الجميل الطيب مع أهلنا في رابطة السلمة الجنوب عموما وكل أبنائنا الموجودين ديل. أكبر دليل على من هو مهند، يستحق ذلك ويستحق ويستحق، وإن شاء الله ربنا يديه الصحة والعافية ويدي كل من قام على هذا الأمر كل الصحة والعافية. ونشوف الرياضة وابتداء من الروابط والناشئين في ازدهار يوم بعد يوم بإذن الله بحضوركم الطيب. علاقة الكورة والغنى مع بعضهم مربوطان مع بعض ولا في اختلاف بيناتهم، ولا الجانب الغنائي والفني والثقافي بيدي دافع للعب والجانب الرياضي؟ ولا شك انه احنا من كبارنا من زماننا استاذنا عثمان حسين وحسن عطيه وكل الجيل السالف رحمه الله عليهم جميعا كانت لهم شراكات ومساهمات في الهلال وفي المريخ وفي المورد وفي كل هذا الشيء الطبيعي اكيد. فدائما تلقى اليافطه قلت لك مكتوب فيها الثقافه الرياضي الثقافي الاجتماعي، فكل النوادي دائما بتكون مهتمه بالجانب الثقافي من ضمن اهتماماتها الرياضيه، وبالتالي هم صنوان لا ينفصلان عن بعض. يعني انا والله اتمنى انه دائما تتاح الفرصه لانه احنا نقيف مع الرياضه في بلادنا سواء كان في الفرق الكبيره او مع النشأة او مع كده، لانه في الاخر نحن بنكمل بعض. بالمناسبه كل التشجيعات عباره عن غنى مش كده، فممكن نحن نكون من المشجعين برضه. معناه احنا موعودين بجانب من الغناء الخاص بك ان شاء الله يكون في الجانب بتاع التشجيع بتاع
اكيد ان شاء الله يعني يكون اكيد بتمثل في الفرق الرئيسيه في البلد اللي هي دعما للرياضه بشكل عام. ان شاء الله ربنا يوفقنا في القصه دي ونقدر نقيف مع الناس قاعدين يقيفوا معانا يعني. شكرا لك. الله يخليك، شكرا جزيلا. هذه كانت مشاركة النجمة والفنان عاصم البنا من محلية بحري. لسه متابعين معاكم. ولسه مواصلين معاكم من محلية بحري، ونحن سعيدين في هذه السانحة أن يكون معنا المحتفى به السيد مهند خالد السيد، وأهلا ومرحبا بك. الله يحفظكم إن شاء الله، جزاكم الله خير على تشرفكم لنا، وسعيدين جدا يعني بالظهور على شاشتكم وفي اليوم المبارك واليوم الجميل له، ونكرر شكرا لكم تاني إن شاء الله. سيد مهند، الدعم اللي كنتوا بتقدموه ما زلتوا تقدموه، الدور اللي كنتوا قايمين به، وهل هو كان لتشجيع الرياضه والدعم فقط ولا عندكم ثاني؟ والله نحن طبعا الاولاد ديل هم نحن بمثابه انه كلهم اولادنا وعيالنا، وما شاء الله انت حسي شايف الحجر الكبير ده اللي هي روابط بحري، هي بحري شمال وبحري عموما يعني. نحن من واجبنا انه نحن نحافظ على ابنائنا ديل بالذات في ظل الظروف الصعبة الحاصلة دي، بالرعاية وبالاهتمام وبشغلهم عن الحياة الثانية بالرياضة. احنا نشجعهم على الرياضة ليه؟ للحفاظ عليهم، نحافظ على أبنائنا ونحافظ على أولادنا، لأنه لو نحن ممكن الأولاد دي نحن ما اهتمنا بهم شأنه شأن أي اهتمام في البيوت يعني. تهتم بأبنائك، تهتم بأولاد أهلك، تهتم بأبناء بلدك، كده بتقدر تحافظ عليهم، وده مستقبل البلد فيهم هم يعني. ده هم الآن مستقبل البلد يعني. شوف حسب البراعم والناشئين والشباب الموجودين ديل ما شاء الله، شباب تبارك الرحمن، شباب زي الدهب ما شاء الله يعني، جد يعني حاجة تعجيب. وحاجة نحن ذاتنا لما نكون واقفين على حاجة زي دي الواحد بينبسط بأنه الحياة بيقدمها دي نتائجة، وحاجة جد نحن ما واقفين إن شاء الله من هنا ولا قدام، ونواصل بنواصل معهم إن شاء الله. وحسي نحن حسي الحياة اللي وصلنا لها دي ده شغل بتاع سنوات كان، فإن شاء الله اللي قدام برضو مواصلين، والخطط عندنا كثيرة والبرامج عندنا كثيره وكبيره، وان شاء الله نزل الله التوفيق باذن الله تعالى. هل الدعم سيكون لروابط وقطاع بحري، ولا عندكم فكره انه يكون في امتداد ليشمل اكبر عدد من التغطيه للشباب في المحليات الاخرى؟ والله ان شاء الله نحن لو ربنا ان شاء الله قدرنا على كل حاجه بنقدر نعملها بنعملها، ما بنبخل بشيء. نحن الان يعني كل الناس بيهتموا بمنطقتهم وبندعمهم مع مناطق الثانيه، يعني حاسس احنا منطقتنا ما منطقه بسيطه، يعني بحري دي بحري حدي قري. يعني وحد الحجوز وحد شرق النيل، بحري بحري كبيره جدا جدا، فربنا ان شاء الله نعيننا على اجزاء منها، وان شاء الله يعني بالاستمراريه بنقدر نصل لحاجه اكثر ان شاء الله، يعني حاجه اكبر من كده. ممكن نخش على المحليات الثانيه برضه، ونسال الله انه يوفق الجميع. دور الرياضه طبعا مهم جدا، وانتم كتر خيركم ما قصرتوا في انه تكونوا اسستوا روابط وناشئين وبراعم عشان نقدر نعد المنتخب الوطني. هل عندكم فكره في انه تاسسوا اجيال ليكونوا لاعبين مؤسسين للمنتخب الوطني السوداني؟ والله ان شاء الله ده كله همنا احنا ان شاء الله. يعني اول حاجه اهتمام بالشباب ديل، بحيث انه هون يقوموا ينشئوا تنشئه كويسه، يعني يطلعوا أولاد كويسين ولياقة كويسة، وينصرفوا عن الحياة الثانية وكده. يعني الناس كلها عارفة الآن الوضع الحاصل في البلد ويمكن في العالم كله، فنحن مهتم بيهم، وإن شاء الله بالاهتمام بيحصل النجاح بإذن الله تعالى إن شاء الله. وإن شاء الله واصلين لقدام حد ما نطلع منه اللعيبة كبار برضو يحافظوا على مدارسهم وصلواتهم وحياتهم كلها إن شاء الله. شكرا لك سيد مهند، ولسه مواصلين معاكم برنامجنا من داخل محلية بحري. أهلا ومرحبا بكم.
لأبناء الوطن الأوفياء دور كبير ومجهود أكبر في رعاية البراعم والناشئين والشباب، ومن أجل إعداد جيل رياضي ثقافي معافى ووصولا به للمشاركات الإقليمية والدولية. هذه كانت مشاركة كاميرا فريند من محلية بحري، وتكريم مهرجان تكريم السيد مهند خالد السيد رجل البر والإحسان. إلى أن نلتقيكم في أمان الله.